شرقا نودعك والله بيده الحكم والتدبير لو النظم يرتاح ترق بالحكي حرقا روح وفالك التوفيق والود والتقدير وبدنا تغيبت عني وتعب الهم صدري مر صبرت لو عيوني بدمعها غرقا علمتكم ضرب عارفين كلش شيباني طيبين واخواني طيبين الحمد لله نشكر علمتكم ضربي وتعذروني وعذرتوني جاني والله افداكم واعتذر من جمهوري ومن جمهور القناه واعتذر من الجماهير كلهم اخواني علمتهم بضربي وعذروني ما عاد الا انتم بتعذروني ان شاء الله ما حلوك يا اخو شو يقول لك جاني والله انت اليوم من احيان تعلمك طيب ما عليك سوء مرضي شيء اول شيء مرضي من الله الدين كله بيها ومرضي شيبانك بعلم الطيب كله كان يهداك ومرضي يطلع وش اقول لك يا خلي مرضينا احنا يا اخوياك كان يهداك وكاسب العلم الطيب وكاسب الجمهور وكاسب كل شيء والله اني صادق والله ثم الله ان كانك نجم طالع النجم من عندنا وهو يطلع ماسك سنعادي كان يهداك ودي يطلع عمر بشير بالسعد احنا معك هنا وبرا والله ما ادري ايش اللي اضيع وش اضيع انا اللي معكم انا اللي معكم من برا ان شاء الله ولا احتاج اوصيكم والله العظيم انك ترى نجاحكم والله انا من نجاح والله اني داري شدوا عزومكم وانا طالبكم طالبها انت ما عاد الا 20 يوم وشدوا عزومكم فيها وشدوا حيلكم واسال الله ان الله يوفقكم وانا اخوكم شدوا عزومكم خلاص احكي يا رجي شدوا يا رجي احكي يا ابو عبد الله
اقول الله يوفقك يعني. اللهم امين وياك. انت ما يحتاج ان نثني على الجمهور، لكن بنثني على الجمهور. انت ما شاء الله تبارك الله قاعده جماهيريه، انت جيت هنا صفر، ما عندك حد، وكونت قاعده جماهيريه يبطون فيها اغلب الجماهيريين اللي موجودين. نعم صراحه اقول الله يوفقك ييسر امرك. اللهم معذور يا ابو مناحي، معذور. جاني ذات معك والله العظيم انك كسرتنا، والله العظيم انك كسرتنا، والله العظيم انك كسرتنا. قلنا يا رب الله انه يمزح، قلنا يا رب الله، قلنا يا رب الله، لا والله الامر ما هو لنا. جاني ذات، اسال الله العلي العظيم ان الله يوفقك. اللهم ييسر امرك. اللهم اخوك فؤاد معك، ما يحتاج. والله العظيم اني طالع امكم اخواني، جاني الجاب صغيره واحتزب. والله اني معك، جاني الجاب، جاني الجاب ابو عبد الله، انا معك واخوانك معك، جاني الجاب دندن وغل. والله اني عارف ايش في خطر، والله يوفقك وقضى لزومك وظرفك، وعز الله ان بنفقتك. يعلم الله عم ما بقى على البرنامج الا الايام القليله ان احنا بنفقتك. جاني الجاب 68 يوم قضيناها مع بعض، اقسم بمن احل القسم يعني بن مناحي اني احسن من دم اخوي اللي ما جابتهم. يعلم الله الطيب، جاني الجاب اللي اقوله للجمهور، علي مناحي يستاهل في ذمتي. الطيب جاني الجاب جمهوري انا يا فؤاد عبد الله، جمهور الشباب امون عليه. اتمنى انكم توجهون لابو مناحي، ابو مناحي يستاهل كل علم طيب. الطيب جاني الجاب سلامت، سلمت طول عمرك. اسمع يا رجل، يا خطر شيء يقوم عليك حده، احكوا احكي حسين. تعال 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 تعال. والله العظيم بالنسبة لي حسين الصعيري، والله العظيم ثم الله ماني مستوعب الخبر اللي صار، وانه صدمة علينا جميع. لكن يا ابو مناحي جعل ربي حفظك، والله العظيم انك فقدت علينا يا اخوياك، انك فقدت على البرنامج، اشهد علي ربي جعل ربي يوفقك. اللهم وعرفنا عذرك وعذرناك، جعل ربي يوفقك ان شاء الله، وبدون انك ترجع لنا في الايام الاخيره باذن الله. انتظروني في السجن، جعل ربي يوفقك. اسال الله العلي العظيم، تعال خذ جهنم جاكم. اسال الله العلي العظيم باسمه الكريم ان يوفقك. اللهم امين، يرزقك من حيث ما لديت وجه. اللهم امين، واوصي قلوب دعمي، واوصي جماهيري كلهم في علي مناحي، وعلي مناحي جعل ربي صالحك. اللهم امين، ابو مناحي وش يقول وش يخلي ابو مناحي؟ والله ابو مناحي انه اخ انجبت لي الدنيا. ابو مناحي اتوقع انه قريب من الشباب كلنا، اقرب شخص كل واحد من الشباب ممكن انه يكون علي مناحي. ناصح موجه وسباك في الطيب. والله ابو مناحي ما قد عهدنا منك زله، ولا قد عهدنا منك زله، تستقبلنا بهالوجه البشوش وهالبسمه الطيبه حتى وانت صاحي منه. فأقول يا ابو مناحي والله ان الخبر اللي قلت لك معذور، لكن قلت لنا والله انك كسرنا، انك جرحنا، وانه ضايقنا جدا جدا جدا، لكن حال الدنيا يوم لك ويوم عليك. اليوم قلت بيت، قلت وكم من صديق لم يكن ذا قرابه ولكنه في القلب دوما من الاهل. والله يا ابو مناحي ما عندك الا واحد من اخواني، وانك اخوي الكبير. فوالله يا ابو مناحي ما ادري ايش اقول، ايش اخلي، شعوري متلخبط، لكن اقسم بالله يا ابو مناحي انك فقيده للبرنامج، وفقيده لنا احنا يا اخوياك. يعني قرب دعمي، جمهور قناه الواقع العظيم. والله يا ابو مناحي انه صاحب القلب الطيب وصاحب الابتسامه الجميله، انه يستاهل الدعم ويستاهل الوقفه. فاللي يقوله يا ابو مناحي انت عزيز وغالي، والله يستر عليك. والله خبر ذا انه كاسرنا. يعني سلامتك. والله احب، والله لا والله لا والله نجيب احد. حمد الو خالد، طال عمرك. الله يطول الله يطول عمرك. يعني انت قم طالف، طال عمرك مو بالحيل هذا، والله مو بالحيل. خلاص طالف، طال عمرك. ابشر يا الربع، شدوا يا ولدي، شدوا. قلت لكم عارفين الظرف يا الربع، قدوا مروا فيكم. مروا طالع العطان ستانش. أول شيء أبو مناحي والله أنت على قدرك، عند أخوك الصغير جاء يحتاج، والله إني داري يا ربي يوفقك. والله يا أبو مناحي والله ثم الله ولي أجل القرآن، ودي أنا يا زياد أبو خالد اللي طالع أمك تجلس. جاني هداك ومشاعر متلخبطة، غير جاني هداك أبو خالد. أنت اللي تنصحني، أنت اللي تعلم، وأنت اللي تبادر بأسلوب الطيب مع أخويا كله. جاني هداك قسم العلم الطيب كله، وأنا أقول يا علي
روح الله يوفق من وين ما وديت وجهك. روح الله يرزقك. والله ما عترس اقول. لا يجزي دروب الوداع بخير وعسى الله لا يسمح خطا ساعة الفرقة. أنا كنت حسب إني نهر الموادع غير وسرقني كلهم غالين ولكن انت ابو مناحي اخو يعني ذاك انت عارف والله واقول فالك التوفيق باذن الله لنا لقاء رجع ربي يحفظك يستر عليك ترجع لنا سالم وغانم عدنا بنتواجه برا وعاد بيننا علوم واجد الله يجعل ربي يحفظك حيلان ودعتك الله رجع ربي يحفظك حيلان ودعتك الله كوره عاجز على خشبه شاول قبل ما عندك جرب احد بيتكلم رجع ربي يوفقك يا ابو مناحي اظرفك والله لو انه مارن على واحد من اخويا انا ما اقعد والله انه صادق روح شوف امورك يا طول العمر والله يوفقك في حياتك اللهم وانت نجم يا ابو مناحي ما يحتاج مثلي علاك كسبتنا بعلمك الطيب وفزعاتك معنا ووقفاتك معنا مالي فضل يا رب يوفقك يا ابو مناحي وجه قرب داعمي وجه سنابي يدعمون الرجال هذا الرجال هذا اكثر من اخوي عندي جاني هو يعرف غلطه عندي ويعرف اللي بخاطري ما يحتاج اني اقولها اقول الله يوفقك يا ابو مناحي اللهم هذا اللي بخاطري جاني والله وان شاء الله فيها مجال وان اخوك تعود على انا اعود على والله اني صادق 90 ان شاء الله بستيج انا معكم باذن الله باذن الله توجكم ان شاء الله كله باذن الله يا ابو باذن الله يا رب يوفقك اللهم امين أول شيء يا أبو مناحي الله يوفقك اللهم يجعل يعني السفاير فالك اللهم والله العظيم إنك أخو إنك أكثر من الأخو مر عمر 60 يوم ما شفنا منك الكلمة الشانة ولا الأسلوب الشيء ما شفنا الابتسامة اللي من الذل للذل الله يجعلها دائمة ويمكن في فرصة طلوعك ذا يمكن في خير لك وخير لنا حنا تظهر أسمانا فتاك وأنت عوش من النقاط الله يجعل السفاير فالك وأقول لك كلمة انسني وقت أرخى وليه جاني والله جاني محمد ما يحتاج يوجه قروب الدعم من قروب الدعم لكل بوها تحت مطاك جاني جاني بغيت النشر وبغيت الدعم واللي تبيه جا ربي طول كل بونا لك والله بالحال والله يجعل السفاير فالك حمد. أول شيء أبو مناحي فأقول الله يبيض وجهك ويجمل حالك على الشيء اللي قدمته لنا يا خوانك وبين خوانك صليت مع النبي ويا طويل العمر سلامها النقاد دعوني قبل يمكن شهر ولا عليها قالوا يا سالم أنت قروب دعمك يدعم علي مناحي ولا يا أبو مناحي لو ما أنا مشارك في نسخة مراجل والله أني من جماهيرك وداعمينك فانت ابو مناحي حست على الشيء اللي غيرك يتعب على 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 على, على, على يوم قال اخذه وانت ابو مناحي خذت كل شيء خذت العلوم الطيبه وخذيت محبتنا وخذيت المحل الطيب في قلوبنا والله يا ابو مناحي نحن يوم دخلنا لذي الساعه اني ما اذكر انك قلت كسرتنا بكلمه ولا بجفيه ولا اخطيت على حد والله يا ابو مناحي اني اكلمك من العبره في حلقي ولكن اقول لك يا ابو مناحي يوم قال احتزم اشتد في ذي وفي غيرها والله يا ابو مناحي اللي خلق رزق انك كسر الظهر انها كسر الظهر يومي قال اتكلم عن نفسي انا اني ما انساها ما دمت حيل على الدنيا في يومي قال يا ابو مناحي حن والله نحن نحزن ونبكي على فقد الغالين اللي ما ودنا بهم انهم يروحون ولكن نقول جعل مطلعك ذا في خير لك يا سنايدي ودندن وغن اني والله اقولها وانا صادق اوجه قروب دعمي وبني عمي واللي يحب سالم واللي يحب يوم قال انه يوقف مع سالم يوقف مع علي مناحي لا احد يشبع لي ذا الحين وقفوا مع علي مناحي وانسوا من سالم اي في ذمتي اللي يدعم علي مناحي كان داعم لي هذا اللي بقوله وعذرنا يا سرايد ولا ما انت مالي بقول لا تقول ما عذرنا فانا ما حصل منك لك العلم الطيب اي والله وجعلني في ذا الوجه ابو مناحي تكلمت اول شيء بنفس قدك والله العظيم وبيض الله وجهه من ربك تربيه الطيبه انت رجال ما شاء الله عليك قونا الصلاة دومنا شيء ثاني تنصحنا وبيض الله وجهك على كل حال
المشاعر متلخبطة. وعذرك سمين يا ابو مناحي. يا ربي طول. توكل على الله وحنا معك. والله عليك ابو محسن. هذه بداية المشوار. وحنا معك والله يا ابو مناحي. جاني والله. والله يطول عمرك. طلعني باكي ترى ها. السلام عليكم. السلام. جالس معنا 68 يوم والله الذي لا يحب غيره ما حد يشتكي منه الرجل ذا وانا اخذها في ذمتي. وانا اولهم والله ما حصل ممكن لكل علم الغالي والكلمه الطيبه والمنطوق الجزء الضحك والسوالف وسعه الخاطر الله يرحم من ربك. تربيتك زينه منطوقك زين قدمت لي عليك لو عذرك ذا عندي انا يا عبد الله بن سعيد والله لا تطلع. والله اي والله اني اقولها صادق انا تعلمت له بعذرك فالله يوفقك ويكتب لك اللي فيه الخير. ويرزقك ويعطيك اللي يرضيك. اي والله اني اقولها صادق. اما بالنسبه لقربات الدعم فوجه ابو مناحي هو في غنى عن قرباتنا. ترى فيهم قصور لكن انت اللي تعطينا وانت اللي تبدي نفسك علينا. والله انك تبدينا دايم تبدينا دايم علي نفسك. اي والله اني اقولها صادق. الله يرحم من رباك واتجه وقدر بنت قابل والله يرزقك ويوفقك ويعطيك من حيث لا تحسن. اي والله جعلني في داك. والله نجيب راسك. الله يسلم راسك. والله نجيبه. لا والله نجيبه. والله نجيبه. لا والله نجيبه. جعلني قلبك. درب الوداع بخير وعسى الله لا يسمح خطى ساعة الفرقة أنا كنت أحس بني نهر الموادع غير وسرقني الوجع والدمع من روحي جاني داك والله اني اعرف اللي خاطر لكن الله يوفقك اللهم امين واحتزم والله اني مهم والله لك ابو حياتك الزرقاء وانا خابرك للحمل والكايدة تبعير يدك العوايق داك لو راسهم عرقا جاني بداك وطرفك كان هذا البعوض والله من عوض جاني بداك أفتاك الله أنت حمد بعد أريد على أخوك بعد أخوك كده جوم أصبحنا خواجه كده جوم كده أخوك كفيت ووفيت وقدمت اللي عليك يعني والله يبيض وجهك مثلت نفسك في شيء بارك وفي وراك تمرين طيب ما عليك زود والله يبيض وجهك ويجمل حالك وجهك والله الذي لا اله الا هو اني فاقد ضلع من ضلوعي يا شهد الله لكن اقول قدامك التوفيق والعلم الطيب يا ابو مناح كسبت الجميل والعلم الطيب والعلم الغانم وكسبت روس اخوياك جيتنا ولا عينا منك الا كلمه الذربه والعلم الطيب وغمرتنا بطيبك ومعروفك علينا كلنا يا اخوياك ما هو بلا احد دون احد لكن نقول قدامك التوفيق والعلم الطيب وحنا معك هنا ولا برا والله الذي لا اله الا هو الذي خلق رزق ودي اني فاقد شيء واجد وانك ما تكفي يا ولد مناح يشهد الله لكن قدامك التوفيق جعل ربي يحفظك يا ابو مناح ويستر عليك ولا معك هنا ولا برا اوصي قلوب دعمي كل من يدعم بهادم محمد ان يتجه لابو مناح ابو مناح في غنى ولا هب في حرانه لكن من القدر والغلل اللي في الصدر
ونقول التجربة أبو مناحي هو يستاهل. يستاهل الطيب. جعل بالك التوفيق يا أبو مناحي. وسرقني الوجع والدمع من راحتي سرقا فمان الكريم وحاول تركز التفكير على كل نجمة من طموحاتك الزرقا وانا خابرك للحب يدك العوايق داك لو راسهم عرقا تمر التجارب والبشر تكسب التدريب كمل كمل مسرة توكل نعم كمل بمسرة مشات واجهة الشباب بإذن الله بدي أتوكل نعم صدري مر صبرت لو عيوني بدمعها غرقا فمن الكريم ونرجي الله فالتيسير اللهم يا رب تسمح لي ما اجلس قبلك لا ما اجلس قبلك يعني تسمح لي انت سمحت لي صح ما اجلس قبلك وانت اجلس قبلك يا الله نقول اسعد الله صباحكم جميعا اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات ابو مناحي يا مرحبا ومسا نقول صباحيه ثقيله جدا جاني فداك والله جاني والله فداك صباحيه انا اعتبرها اثقل من الطويق اول شيء على القناه على اخوياك على جمهورك جاني اهدا انا ما كنت صراحه اكون في الموقف هذا من أصعب المواقف اللي تمر على برمادة هذه المواقف صراحة يعني اهتار حب مانع وبناحي سؤال للجميع كل ما جيت أحد سألته بالذات في الوداع أنت تدري أنك فقيدها على كل واحد في هذه القرية يعني اهتار سواء من إدارة فريق عمل إعداد فريق إنتاج متسابقين جمهور احنا نرى في ابو مناحي انها فعلا اتى نجم بيخرج نجم يعني اهداك وبيبقى نجم ان شاء الله باذن الله ابو مناحي ذكرى لهذه القريه وش تذكر فيها؟ فيها كل علم طيب اخوياي العلوم الطيبه الفزعه الحث على الخير كل شيء طيب اي انتهى كل علم طيب اي انتهى ما نبسألك أبو مناحي دائما في آخر لقاء نقول دائما مدى أي واحد نودع من هذه القرية المقدم يجي هنا يقول من هو أقرب لك شخص في هذه القرية أنا أبى أجاوب عنك صراحة تدري ليش؟ ليه؟ لأنك أنت أقرب واحد للجميع في هذه القرية يعني داك. والله أنا أقول صادق محب للجميع محب للخير وقفاتك طيبة مع أخوياك ولكن أبو مناحي دائما يحب له مكان خاص في هذا المكان بالذات متى أبو مناحي يرتاح فيه؟ وين المكان تلقى نفسك فيه أنت ترتاح فيه دائما؟ في القرية؟ إيه المسجد المسجد؟ أيوة كنت متوقع ذا السؤال ترى الجواب كنت بقول كذا الجواب أصلا قبل ما تقولها أنت صراحة أبو مناحي اللي قريب دائما من الله سبحانه وتعالى تراه دائما يحب الله سبحانه وتعالى وأنت محببه في خلقه وأنت محبوب عند الجميع والله العظيم هالليلة ثقيلة جدا 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 ما كنت أتمنى هذا اليوم اللي أشوف الشنطة فيه ومدعنا أبو مناحي ولكن أبو مناحي أنا دائما قريب في المسجد شهادة حق إذا ضقت رحت المسجد
ألقاك بعض الأحيان خارج البث في المسجد وتذكرون سبحانه وتعالى وتخذك ركعتين وتحث أخوياك وتكلم أخوياك حتى تحت البث. أنا منهم يمسي برماثة تنصحني بهذا الشيء دائما. كان يبتاق وشتر محبة علي مناحي عند الجميع. لا الله حبك حبوك الخلق. نعم. قدم لي الله يبي يحبب الخلق فيك. أنت خل دينك مع الله قوي والخلق بيحبونك. هذا السر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل ربي يفقد الوجه. اللهم امين وياه. حسين جالس عند الشنطة هناك. تعال حسين. تعال حسين. حسين يا مرحبا يا حسين. مرحبا بك يا حسين. أنا عارف يا حسين. اجلس وقف معك. وقف معك. في ملاحظة احنا لاحظناها فيكم. فيه قرب قوي صراحة من بعد رجوعكم إلى حد الآن بينك أنت وعلي. علي شو أقول يا شيخ علي والله العظيم من عجز التوصيف لكن إيه؟ علي والله العظيم من أقالي عندي جدا جدا وإني معدها لمثل الله. طيب. يمكن ما قد صرحت لكن أنا أقرب شخص لي في البرنامج هو. جاني ذاك يا أخي. من غير قصور أخواني الباقي. وخبر اللي سمعناه أقسم بيت الله أنه صدمة علي ورب البيت إني ما استوعبت اللي عندك. لكن ما أدري شو أقول شيخ علي. جاني ذاك. أنا أدرك أخوك عذرني. السر يا حسين اللي خلاك. يا رب يوفقك. حسين احنا وصلنا اليوم 58 يا اعداد يا كنترول ولا كم عفوا انا في لحظه الوداع ترى المشاعر عندي ملخبطه جدا حتى يمكن اضيع اسمي فيها 68 يوم. حسين الصيعري ما شفت هذا القرب لك لعلي مناحي الا بعد رجوعكم من هناك من خارج هذه الاسوار. اتوقع انت جيت متاخر ولكن اتوقع ان في حاجه بعد خروج رجعتكم لحقتها في علي مناحي. ثبت قلبه وطيبة راسه. عليك سوء. وش أقول شيخ علي؟ إيه؟ اللي طيب راسه طيب ساس. يا سلام. عليك سوء. وفيه قبول من الله سبحانه اللي جعله مقبول عند الجماهير مقبول عندنا يا أخوي. وذو والله من طيبه وبينه وبين ربه خبية ما نعلمها. لكن عاد سمع. جرب يفقد الوجه يا حسين. بيض الله وجهك بيض الشحم. تفضل أخوياك لهنت. الله يبيض وجهك بيض الشحم يا حسين. علي. يا ربي. جمهورك محب لك. يرى في علي شيء كثير وآمال كثيرة. وش وعدهم في علي بعد هذا الخروج؟ أنا أقول لو أنه ما صار لي الظرف والله الأذن عندي الكثير اللي بقدمه. لكن برنامج ما هو بنهاية أنا طلعت لكن برامج التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي توصلني لجمهوري وإن شاء الله يشوفون الأكثر والأكثر بإذن الله. شف وأعتذر من جمهوري وجمهور القناة. استاهلوا. إني طلعت. لكن عندي ظروف وشانكم تعذروني مثل ما يدرون اخويا. انا ادري يا علي جمهورك يمكن ما يدري في ما قالوا خارج البث او خارج السناب او خارج المواقع التواصل الاجتماعي ما يعلمون علي وش عنده من طاقه ولكن انا اعلم ان عندك طاقه لو علم بها الجمهور لقعدت 190 يوم مو 90 يوم فقط كنت استمر 190 يوم بهذه الطاقه ما شاء الله تبارك الله. عسى الله يوفقنا وياك يا علي. اللهم امين وياك. انا صراحه ما قدرت صراحة اني ما ادري كيف اني قدرت نجلس معك علي الان لا تعرف مشاعري الداخلية انا يمسر صراحة. عندك كلمة أخيرة قبل ما اودعك في هذه الكلمة اللي كتبتها من قلب لعلي مناحي وش بتقول؟ انا وش بقول؟ اي نعم عندك طال عمرك اول شيء قبل ما تخلص قبل ما تقول شيء عندك طيب عندك فريق النقد واعضاء النقد صالح مكسر محمد مناحي سلطان اسمي نايف الأكلبي أنا أعلم أنك أنت من الناس اللي فعلا تعرف مدى يعني إذا قسوا عليكم يحبونكم أكثر من قساوا لهم يقسوا عليكم فيها ولكن يسعون لنجاح هذه النسخة ونجاحك علي مناحي من عندهم جميع هم اللي طلعونا النقد اللي طلع المتسابق طلع أهله مشاعر الداخلية في علي مناحي الفريق النقد أقول الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم لأنهم هم اللي منجحين البرنامج بكبره. إن شافوكم أختي قالوا أنت مخطئ، إن شافوك في صح قالوا أنت صح. مهما صار بيني وبينهم الله يبيح منهم. يا الله يجزاك خير. وأتمنى أن كل من يشاهدني أو من خواني أو من نقدني أو من جميع اللي في البرنامج كلهم ومن اللي خلف الشاشات أن أخطيت على أحد أنه يعذرني ويبيح مني. كأني أخطيت والله العظيم ما هم من قصدي ولا هم إني متعمدة. أتمنى الكل يبيح مني والله يبيح من الجميع
آمين يا رب يا كريم. علي مناحي، أنا أقول في آخر كلام لك علي مناحي، أنت لك نية ترجع لحد المراكز ولا لا؟ انتظروني إن شاء الله الستيج النهائي. في الستيج النهائي بإذن الله. والتحدي الآن من الآن؟ شوف علي مناحي، أنت محب للتحديات، محب للمنافسة الشريفة، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. لكن وين تشوف نفسك فيه في المراكز إن شاء الله؟ المراكز والله أخويا بيضر وجهك وجهك والله. أنا من المراكز، شوف أنت خذيت فارس الجمهور، خذيت بس والله العظيم منهم المراكز. الرجال هذا من أقرب الناس لي، من غير قصور بأخوياي كلهم والله هم قريبين مني، لكن الرجال ذا لا جلست معها استانس وارتاح. يستاهل يستاهل أبو حمد. إي والله يستاهل عبد الله حمد القريني. أبيها تصريح خاص أو تصريح يكون أنا اللي على ما قالوا حاضر فيه وأنا اللي سألتك فيه، هل علي مناحي ينافس على نجم الجمهور أم لا؟ أنا جيت هنا منافس على الجمهور، حصلت على الجمهور وقبل لا والنجم الأمور دي كلها، أنا نجم إن شاء الله، حتى لو ما أخذ المركز أنا نجم إن شاء الله بالجمهور. يا سلام. وبأخوياي وإخواني، يا سلام. هذول إخواني والله أني ما عندهم من الأخوان. يا ربي يجزاك خير، بيض وجهك بيض الشحم وجهك. طيب لما تطلع وش تنصح أخوياك فيه؟ أنا أعرف أن في قصور صارت على البث، خروجكم على البث ممكن في غياب، في انسحاب ساعة ساعتين، أبي نصيحة يحس فيها الآن علي قبل خروجه. أنا بطلب لأخوياك، أنا ما نصح، ما أنا بطلب طلبتك على ما قال شاء الله تامة عندهم بإذن الله. أسلم. أقول تكفون البث لا تغيبون عنه، أبيكم في من بداية البث وأنتم متواجدين، الفقرات لا تغيبون عنها، تكفون الرياليتي الأمور الطيبة عندهم، لكن أبيهم يشدون بعد ما عاد إلا 20 يوم ويفلحون. علي لبيه كلامك ما في راحة شوي، في كلام عندك متقيد فيه شوي أو في مشاعرك ملخبطة ما؟ والله أنا مالي نية هطلع منه، أنا جلست معهم 68 يوم وهي بسيطة، جلسنا مع بعض تحت البث، نجلس مع بعض، نرقد مع بعض، نسولف مع بعض، نأخذ ونعطي مع بعض، ترى إحنا حتى لو يصير بيني وبين أحد نقاش ولا شيء بإذن الله. والسبت يمكن تلقى لك واحد يوم السبت الجاي إن شاء الله. أسأل الله أن الله يوفقهم، هذه سياسة برنامج وكلنا عاد الدرب، لكن إن شاء الله أنهم بيوصلون اللي يتمنوا بإذن الله. وأنا معهم ما توقف معهم إن شاء الله لين أنا نظرتي ندفن. نظرتي يا أبو مناحي ما راح يستانسون بعد خروج علي مناحي. لا إن شاء الله بيستانسون، إن شاء الله بيستانسون. أبي كلمة من كلهم أقول شدوا عزوم، عزز أخويا شدوا عزومكم، والله العظيم إني معكم وما دل 20 يوم وبرجع لكم، وأبشروا بالسعد وبالضحك والوناسة، ولو طلعنا من البرنامج بنجتمع بنسولف ونضحك ونفلها. شد عزومكم وانا اخوكم. دعمك لمن بعد خروجك؟ لهم كلهم بيض وجهك. ما نبدع مع احد مخلص. ما في اسم خاص عندك؟ كلهم اخواني، نقدر التقدير في الصدر سلام. لكن كلهم اخواني، وندعم تحت الاسبوع ذا بدعم الثاني الاسبوع الجاي، ما نبي دعم من واحد نخليه واحد، وكلهم عارفين باللي في خاطر. احنا كلنا هنا كل احنا على رجال واحد، ما كل احنا من قبيله وفلان من قبيله، والله كل احنا اخوان من رجال واحد. افضل موقف مر عليك في 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 خلال مسيرتك هنا في هذه القريه، افضل موقف؟ افضل موقف لي ايه؟ انا ايه؟ والله احنا الحمد لله نشكر مواقف كلها زينه، احنا الحمد لله نشكر. فيها حزينه فيها حزينه في موقف اللي ما ينساه علي مناحي. وشو في موقف ما ينساه علي مناحي في هذه القريه؟ ايه؟ حزين حزين زين، موقف ما ينساه علي مناحي خروج عبد الله جنيب. عبد الله جنيب اي والله يستاهل، والله ابو سعيد يستاهل يستاهل والله. عسى الله يوفقنا وياك يا علي مناحي. امين وياك. انا في ختام هذا اللقاء اللي اثقل علي من جبال الطويق، انا اقول اتى برساله ليرضي الله سبحانه وتعالى ثم والديه وجمهوره ومحبينه. أتى حاملا على أكتافه الأمنيات، أتى لبناء المستقبل فوصل، وما زال يقول أنا المستقبل القادم برفقة جمهوري. فإلى هنا لن نقول وداعا يا نجم، لن نقول وداعا يا محبوب الجميع، ولكن نقول إلى اللقاء بك خارج هذه الأسوار في الحياة الاجتماعية والإعلامية أو داخل هذه الأسوار في قادم الأيام.
أقول لكم هذا الكلام لأني أعلم أن هذا النجم وصل وسوف يوصل لنجومية بحكم بقائي في هذا البرنامج، وبحكم أن هذا الرجل وهذا النجم أعلم ما بداخله من أمنيات ومن عطاء، وبإذن الله سوف تذكرون كلامي هذا. أنا مسلم برميثة أقول لكم تصبحون على خير، وداعا يا نجمنا الكبير علي بن ملاحي. ما يرتاح ترك بالحكي حرقة، روح وفالك التوفيق والود والتقدير، وبتذكرك لنا حاتب صوتها ورقة، عسى الله والله يا عقب الرجال ذا اني ما عاد اقدم شيء، قسم بالله اني اقول لك كلنا بنسوي الرجال طويل. عارف اللي بخاطرك، عارف اللي بخاطرك، عارف اللي بخاطرك. اعطيك معلومه بسيطه، 20 يوم او اقل من 20 يوم وراجع ان شاء الله هذه القريه باذن واحد احد ان شاء الله، باذن واحد احد ان شاء الله 20 اسبوعين ان شاء الله وراجع لكم باذن واحد احد. ولكن اللي طرفه جاني ما عاد ماسكه عذر سمين، احنا ما احنا ماسكين شنطه علي، شنطه علي تكفى. اللهم امين وياكم. روح وفالك التوفيق والود والتقدير، وبتذكرك لنا حاتب صوتها ورقة، عسى الله لا يجزي دروب الوداع. تبقى معاكم ان شاء الله باذن الله. علي نقول وداعا لهذا المكان، أو إلى اللقاء لهذا المكان بإذن الله. إلى اللقاء بإذن الله تعالى، وقم تشوف شر إن شاء الله. توكلنا على الله. يلا تفضلوا، تعالوا تعالوا هنا مبارك. جاءنا هداك، جاءنا هداك في الدعزو. هذه كاميراتكم، هذه كاميراتكم حمد. الوجع والدمع من راحتي سرقا، فمان الكريم وحاول تركز على كل نجمة من طموحاتك الزرقاء، وانا خابرك للحمل والكايدات بعير.
يدك العوايق تاكل وراسهم عرقا تمرت تجارب والبشر تكسب التأثير تطيح الظنون وكل همة معاك ترقى تغيبت عني وتعب الهم صدري مر تقدم تقدم دروب الوداع بخير وعسى الله